والله خلينا ما نفتحش في ده دلوقتي لان هنفتح فيه كده كده وقت تنزوله. هو ان شاء الله متوقع ينزل قريب. خلصناه وفرجنا عليه كله تمام. اتمنى يصير الجدل بشكل اتمناش يصير الجدل اصلا يعني بس اتمنى لا يعني اوكي كمتوقع ان هو يصير الجدل اتمنى بشكل منصف ومنطقي. فيعني ما نحكمش على الموضوع من بره ومن اسمه يعني نتفرج عليه ونفهم احنا وبيقول ايه. لا لما قريت وافقت على طول. في الاول كنت يعني تمام تبارة بعد كده لما قريت حسيت انه حاجة مهمة لازم الواحد يتكلم فيها وحاجة مهمة نناقشها واتمنى نكون ناقشناها بشكل يعني يأثر في الناس بشكل ايجابي ان شاء الله. ما اعرفش ده واحنا بنصور حسوا ان ده هيبقى يمكن اسم احلى بعد كده حسوا يعني مش بتاعتي يعني بعد كده حسوا انه لا تمام زي ما احنا وما كانش اتغير بشكل رسمي يعني ده واحنا كده في التصوير جربنا يعني كده بس نزل عادي والفيلم ان شاء الله ينزل. معقول الكلام ده يعني انا معقول معقول بس انا اللي بحضر وانا اللي بذاكر وانا اللي قاري وانا عارف انا بعمل ايه وبعمل ده ليه. لا كان شخصيه يحيى هو اسمه يحيى من الشخصيات اللي ذاكرتها جدا وكان معايا اكتنج كوتش فيها جدا لانه كانت شخصية لازم تبقى هي عندها ظروف ما مأثرة عليها مش باينة في الأول فطول الوقت لازم يبقى باين ان هو عنده حاجة معينة عنده إجر كده عنده كبت وعنده حاجة تجاه الغضب يعني لحد ما بنفهمه يعني مع الوقت. فكانت شخصية صعبة جدا ولكن فكريا يعني تأثر عليا. لا انا يعني الحمد لله انا اعل واثبت من كده بكتير الحمد لله. طيب شايف ان الفن ممكن يناقش اي قضيه في المجتمع؟ اكيد طبعا. يعني مفيش حاجه الفن مش ممكن يناقشها؟ ليه بالعكس ده ان شاء الله لما يناقشها كمان يعني يبقى النتيجه احسن كمان. لا ممكن طبعا يبقى اكيد في اوقات كتير لمجرد الترفيه واذا كان في فرصه ان احنا نقول حاجه لا طبعا يا ريت.